السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ورد في الخبر المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية الغدير قوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم إنا نشهدك أننا نصدق برسول الله ونوالي عليا أمير المؤمنين، ونسألك أن تحشرنا في زمرتهما وأتباعهما، إنك على كل شيء قدير. حديثنا هذا اليوم يتناول بعض شؤون قضية الغدير التي نصب فيها أمير المؤمنين عليه السلام أمام هذا الملأ العظيم من الناس، وليا للمسلمين وخليفة لرسول الله وقائما بالأمر من بعده. نقول نصب فيها أمام هذا الجمع، وإلا فإن تنصيب الإمام بل الإعلان عن ولايته وإمامته كانت منذ يوم الإنذار في يوم الدار، وعلي عليه السلام في ذلك الوقت لما يتجاوز السنوات العشر من عمره، ثم أعلن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في كثير من المواضع والمواقف وأمام فئات مختلفة من الناس. لكن تكتسب قضية الغدير وإعلان ولاية الإمام عليه السلام في هذه المنطقة اهتماما من جهات متعددة، منها الحضور. كان الإعلان عادة عن ولاية الإمام عليه السلام إما يتم في جمع كجمع يوم الدار يوم الإنذار، يعني ضمن عائلة بني هاشم، قد لا يتجاوز عددهم في ذلك الوقت مثلا 50 شخصا، وأحيانا يتم الإعلان عن ذلك في قضية
المعروفة بقضية اليمن، أن جماعة اعترضوا على فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجاءوا يشكونه لرسول الله، فالنبي صلى الله عليه وآله صوب فعله وخطأ مقالتهم وبين أنه وليهم. هذا العدد أيضا قد لا يتجاوز 30-40 شخص، وأحيانا قد تكون في المسجد، وأعداد المصلين في المسجد بحسب اختلاف السنوات من بداية الهجرة إلى نهايتها تتفاوت، لكنها لم تكن تبلغ الآلاف قطعا. لكن هذا الحدث الغدير لما أراد النبي صلى الله عليه وآله الحج الأخير في السنة العاشرة، أعلن في الناس وأرسل من يخبر لأهل البوادي أنه سوف يحج هذه السنة، فمن أراد الحج بحج رسول الله فليوافي الموسم. القسم الذين خرجوا معه من المدينة كان عددا كبيرا، الذين جاءوا من أماكن مختلفة أخر كانت أعداد كبيرة، نظرا لأن هذه فرصة. الآن لو أن شخصا قيل له مثلا في هذه السنة سوف يكون قائد الحج من الناحية الدينية المرجع الفلاني، لا شك أن كثيرا من الناس يتقصدون أن يذهبوا لكي يقابلوا هذا المرجع الديني ويأخذوا الأحكام من عنده مباشرة، فكيف إذا كان مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد الخلق؟ فالعدد يذكرون شيئا كثيرا، وفي غير مصادر الإمامية يبدأ العدد من 80,000 ويصل إلى 125,000، يعني أدناها هذا وأعلاها ذاك، حتى لو قلنا أن نصف العدد هذا هو الذي ذهب فهو عدد هائل جدا بمقاسات ذلك اليوم، جيش كامل هذا يعتبر. فهذه جهة من الجهات. جهة أخرى اختيار المكان والكيفية التي تم فيها الإبلاغ والتذكير، وهذا يجيب على سؤال ربما يسأله بعض الناس، أنه لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله قضية التنصيب في يوم عرفة؟ عرفة الناس كلهم مجتمعون في تلك الصحراء، كل الحجاج عصر يوم التاسع مجتمعون، فلماذا لم يتحدث هناك؟ الجواب على ذلك، أولا النبي صلى الله عليه وآله أشار في تلك الخطبة، وهي من الخطب المهمة جدا وتحتاج إلى شرح وتدقيق وتحقيق فيها، ولعله لما ورد فيها من مضامين لم تنقل بكاملها وإنما نقل بعض الفقرات منها. من تلك الفقرات التي نقلت حديث الثقلين، هذا أحد الموارد التي ذكر فيها حديث الثقلين، الكتاب والعترة في يوم عرفة، فهذه كانت أشبه بالإشارة. ربما والله العالم اختيار النبي للتوقف في ذلك المكان
في غدير خم حيث هو مفترق الطريق للحجاج، من ذلك المكان يبدأون بالتفرق بحسب خارطة الطرق القديمة، أن يوقف الناس في ذلك المكان، يوقف المتقدم وينتظر المتأخر، ثم يعلن فيهم أن النبي عنده خطاب مهم. وكان هناك عدة سامورات، أشجار سمى الواحدة منها السامورة، خمس سامورات أمر أن لا يجلس عندهن، هذه منصة الخطاب حسب التعبير، وحوطها، ثم أمر بأن تقم وتكنس، واجتمع الناس حول تلك الأشجار، يعني هذه المكان الذي سوف يخطب فيه النبي صلى الله عليه وآله لازم يكون فارغ. ثم أعلن عن هذه القضية وبطريقة ملفتة للنظر، هذا من حيث المكان. من حيث الزمان أيضا، كان وقتا قائضا لا يتحمل أمر الانتظار وما شابه إلا لقضية مهمة، مو إنسان مجبور لازم يوقف هنا في عرفات، مجبور هذا الإنسان من الناحية الشرعية أن يقف هناك، أما في هذا المكان فليس مجبورا عليه، ولكن بأمر ولائي من رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد أن تتوقفوا هنا، ولا بد أن تنتظروا، ولا بد أن تسمعوا ما الذي أقوله لكم. ثم بعد ذلك قال هذا الحديث، هذا أثره أكثر مما لو كان الإنسان قاعد في مكان بشكل طبيعي وهو موجود وشخص قام وخطب فيهم، أن يتعمد الرسول صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت في ذلك المكان بهذا الترتيب إيقاف الجمع من أجل إسماعهم كلاما، هذا يعني أن عليهم أن يلتفتوا إلى أن هذا الكلام ليس كلاما عاديا، وأن القضية تستحق أن ينتظروا مع ما وصفوه، حتى أن الرجل كان يضع رداءه على طرف رأسه وطرف الرداء الآخر تحت قدمه توقيا من الشمس، بس لازم تقعد، لازم تستمع. هذه القضية تشير إلى أن الأمر مهم إلى هذه الدرجة، أن يتحمل الإنسان المسلم حتى هذا المقدار من العناء من أجل استماع قضية مهمة. فإذا في ذلك المكان كان فيما نعتقد أنسب، مهد لذلك بحديث الثقلين في عرفة، والآن يحتاج أن يبين لهم بشكل مفصل وينظرهم ويؤخرهم حتى يستمعوا التفصيل. فإذا هذه القضية تختلف عن سائر أنحاء التبليغ والإنذار بهذا الاختلاف. أضف إلى ذلك فيها مراسم بيعة، وهذه لم تشهدها باقي الإشارات، يعني مثلا في يوم الدار ما قال النبي للحاضرين من بني هاشم قوموا فبايعوا علي بن أبي طالب، أو في قضية لما رجعوا من اليمن ما قال لهم ما دام علي هكذا إذن قوموا فسلموا عليه بالإمرة، وهكذا في سائر الموارد، ولكن هنا أجرى صيغة الإمرة لعلي والبيعة من قبل سائر المسلمين، فهذه القضية اكتسبت أهمية كبرى. موضوع الغدير من الأعياد، يوم الغدير من الأعياد المهمة والمناسبات الأساسية في مذهب أهل البيت، بل ينبغي أن تكون في
حالة عموم المسلمين باعتبار أن فيها كمل الدين وتمت النعمة ورضي الرب، ولذلك من المستحبات فيها أن يهنئ المؤمنون بعضهم بعضا، وأن يجددوا فيها المواخاة والمصافات، وأن يسقط كل منهما عن الآخر الحقوق المختلفة، أن لا يتبعه بشيء: أنا عفوت عما لك في ذمتي، لا أطالبك بشيء، أسقطت عنك سائر الحقوق إلا الشفاعة والزيارة كما ورد في صيغة التهنئة والتبريك في ذلك اليوم. نشير بعض الإشارات السريعة إلى ما يرتبط بهذه الحادثة. هذه الحادثة في حديث الأرقام أولا، ثم في حديث الأئمة الكرام سلام الله عليهم ثانيا، نسردها بشكل سريع حتى لا يأخذنا الوقت. ألف المسلمون عشرات الكتب المختلفة الأحجام وطرق الحديث والمؤلفين، فقد ذكر الباحث محمد علي الأنصاري، وعنده كتاب في هذا المعنى، أن عدد الكتب التي ألفت حول واقعة الغدير من القرن الأول الهجري الإسلامي إلى زماننا هذا يتجاوز 414 كتابا. وقد كتب العلامة المرحوم سيد عبد العزيز الطباطبائي، وهو تلميذ العلامة الأمين رحمة الله عليهما، في كتيب عنده بعنوان الغدير في التراث الإسلامي، ذكر شرحا مختصرا عن 162 كتابا من الكتب التي ألفت في قضية الغدير. بعض هذه الكتب مثل كتاب الطبري، الطبري محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر، صاحب كتاب تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطبري، وصاحب التفسير المشهور، وكان يعد أحد أئمة المذاهب، رجل موسوعي كان في علمه، وكثير من الباحثين يقدمه على عدد من أئمة المذاهب الأربعة في علمه وإحاطته. لكن عندما حصر الاجتهاد وأغلق الباب إلا على المذاهب الأربعة، مذهب الطبري ككثير من المذاهب في المدرسة أغلق الباب عليها، وإلا الطبري رجل من الرجال الأفذاذ في تلك المدرسة، ويتقدم بمراحل على كثير من العلماء، عند إحاطة وموسوعية تفسيره، تفسير ضخم ومفصل، كتابه التاريخ من أهم المصادر إلى الآن عند الباحثين في التاريخ إلى يومنا هذا. طيب، وهو صاحب مذهب فقهي. هذا في زمانه طبعا الاتجاه الحنبلي كان مخالفا بشدة له، ومن جملة المخالفات التي كانت، وهي قسم منها فكري، أن بعض علماء الحنابلة في ذلك الوقت كالبربهاري وغيره، كان بعض هؤلاء يقولون أن حديث الغدير ليس صحيحا، ليس مرويا بطريق صحيح، بعضهم إلى هذه الأزمنة. طيب،
فقام هذا العالم بتأليف كتاب من مجلدين، مجلدات ذاك الزمان مو مجلدات هذا الزمان اللي قد يصير الواحد منهم بحسب طبعات المحلية، كل مجلد لعله 5 مجلدات من الطبع الحديث، ألف مجلدين في بيان حديث الغدير وطرقه. الذهبي وهو يعد من المتعصبين تجاه التشيع يقول: رأيت أحدهما فدهشت لكثرة الطرق التي ذكرها لحديث الغدير. هل قد عنده طرق وأسانيد إلى حديث الغدير اللي أنا مندهش في هذا؟ طبعا شمس الدين الذهبي واحد من الحفاظ من المحدثين الكبار، مع ذلك يقول: أنا من كثرة ما رأيت من الطرق والأسانيد التي ذكرها اندهشت أنه يعني هذه الإحاطة وهذه الموسوعية التي عنده. هذا مثلا من المدرسة الأخرى، وقد تعرض له الباحثون، كل من بحث فيما كتب في قضية الغدير ذكر كتاب الطبري، مرة عرف بعنوان حديث الغدير وطرقه، ومرة أخرى بعنوان حديث الولاية وطرقه. طيب، فهذا واحد مثلا من وإذا تجي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام فيكفيك أن تتحدث عن كتاب عبقات الأنوار لمعجزة الهند مير حامد حسين النقوي اللكنوي رضوان الله تعالى عليه، الذي كتب كتابا يذكر العلامة الأغا بزرق الطهراني، يصف كتابه ذاك عبقات الأنوار ومعروف بصاحب العبقات. طيب، يقول: لو قلت إنه لم يؤلف منذ عصر النبي إلى زماننا هذا كتاب مماثل له في الدفاع عن المذهب وعن عقائد هذا المذهب لرجوت أن أكون صادقا. من زمان النبي إلى زماني أغا بزرق الطهراني يقول: ماكو كتاب يماثل هذا الكتاب، كتاب العبقات، في قوته وفي استدلاله وفي تتبعه. من جملة ما جاء في هذا الكتاب حديث الغدير، حديث الغدير في كتاب العبقات، فقط هذا الحديث مطبوع الآن 10 مجلدات، 5 منها في الأسانيد و5 منها في الدلالة، لأن في حديث الغدير هناك بحثان: البحث الأول كيف نعرف صحة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، من رواه، عمن، وكيف وصلنا، هذا بحث في الأسانيد في أحوال الرواة. والبحث الثاني في معناه: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ماذا يعني هذا الكلام؟ هل هو تنصيب وولاية وخلافة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي على سائر المسلمين، أو أن هناك فيها احتمالات أخرى، وكيف ترد تلك الاحتمالات؟ هذا كتاب عبقات الأنوار أيضا يشيرون إليه. وآخر الكتب ومسك الختام في هذا الباب هو كتاب المرحوم العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه، كتاب الغدير في الكتاب والأدب والسنة، المطبوع منه الآن 11 مجلد، وإن كان هو أكثر من ذلك. هذا بشكل عام في قضية من ألف ومن كتب. ذكروا أن الذي روى الأحاديث عن
رسول الله صلى الله عليه وآله في زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله لذكر الشرف والصلوات. ذكروا أنها تنتهي إلى 120 صحابيا. 120 صحابي وإن كانت بحسب العدد والنسبة قليلة، لأن إذا فرضنا أن الذين حضروا في تلك الواقعة 120,000 مثلا، فمعنى ذلك أن من كل 1,000 واحد شخص واحد روى الحديث، أو إذا فرضنا أن 60,000 من الذين حضروا، معنى ذلك أن من كل 500 هناك روى واحد. طيب، وعفوا، من كل 2,000 روى واحد. فالشاهد أن النسبة هي نسبة قليلة تعتبر، لكن إذا لاحظنا موقعها من جهة التواتر، 120 شخص يحقق أعلى درجات التواتر على جميع المسالك، يعني يفيد العلم يقينا. طيب، رواه أيضا بالإضافة إلى هؤلاء الصحابة أئمة أهل البيت عليهم السلام. سوف نشير إشارة سريعة هنا، أخذنا الوقت ولم نصل إلى ما ذكره أئمة الهدى عليهم السلام، وقد ذكر أحاديثهم بشكل متسلسل العلامة السيد محمد القزويني، وهو معاصر عنده كتاب اسمه واقعة الغدير، تتبع فيها أحاديث أهل البيت عليهم السلام حول خصوص الغدير، ونحن نشير من هذا الكتاب إلى بعضها. المورد الأول ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، فقد ذكر في مواضع متعددة إشارة إلى حديث الغدير، منها في رسالته إلى معاوية، وقد فخر عليه معاوية بأنه هو كذا وكذا. طيب، فنادى أمير المؤمنين كاتبه وقال له: اكتب محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي، إلى أن يقول: وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي. فهذا في إشارة بل تصريح من أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن قضية الغدير كانت حادثة تامة، ومعناها أيضا الولاية والتولية. وفي قضية الشورى أيضا حاججهم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أيكم نصبه رسول الله في يوم غدير خم؟ وقال: من كنت مولاه فهذا مولاه، غيري قالوا: لا أحد. وهكذا، فهناك موارد متعددة ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام في الاحتجاج على القوم بقضية الغدير، منها ما ذكر عن فاطمة بنت سيدنا رسول الله محمد. وقد نقلت عن كتاب كفاية الأثر للخزاز القمي، الخزاز القمي متوفى سنة 400 هجرية، يعني من طبقة شيخ الطائفة الطوسي ومن طبقة الشيخ الصدوق قديم، عنده كتاب اسمه كفاية الأثر، ينقل فيه عن فاطمة عليها السلام قولها أن شخصا سألها
هل نص رسول الله قبل وفاته على علي بالإمامة؟ فقالت: وعجبا، نسيتم يوم غديركم؟ هذا نص على علي بالإمامة والخلافة. والإمام الحسن المجتبى أيضا كذلك في خطبة له نقلها عنه الإمام الصادق عليه السلام، وأشار فيها إلى قضية غدير خم، كما نقل ذلك شيخ الطائفة الطوسي في كتابه الأمالي. وأما إمامنا الحسين سلام الله عليه فقضيته في منى قضية مشهورة، أنه لما كان زمان معاوية حج الإمام الحسين عليه السلام، ثم لما صار في منى أيام التشريق أخبر بني هاشم وقال: انظروا من تعرفون من الصحابة وأبنائهم والتابعين ومن حج من خارج هذه المنطقة فادعوه إلى مخيم مالنا، عندي حديث معه. فاجتمع جمع غفير من الناس، من بينهم من الصحابة وأبنائهم كما ورد في الخبر ما يربو على 700 شخص. ثم قام فيهم خطيبا وقال: تعلمون ماذا صنع هذا الرجل؟ يعني معاوية من كتمانه فضائل علي أمير المؤمنين عليه السلام، وإني محدثكم أحاديث، فمن سمعها منكم، من ذول صحابة قسم منهم، فيصير شهود على كلامه أيضا. وبطبيعة الحال عندما هالجمع الغفير سيسمعها يستطيع أن ينقلها عن الحسين عليه السلام، سواء عند رجوعهم إلى المدينة أو إلى سائر الأماكن. فبدأ يتحدث عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن وصل إلى قضية غدير خم، وقال: أنشدكم الله الحاضرين من الصحابة من أبنائهم، أتعلمون أن رسول الله نصبه يوم غدير خم فنادى له بالولاية وقال: ليبلغ الشاهد الغائب؟ قالوا: اللهم نعم. يعني النبي في تلك الحادثة لم يكتفي بالحاضرين، وإنما طلب منهم أن يبلغوا الغائبين. ومثل ذلك أيضا ما هو منقول عن الإمام زين العابدين عليه السلام فيما رواه الشيخ الصدوق بسنده، إلى أن قال: قلت لعلي بن الحسين: ما معنى قول النبي من كنت مولاه فعلي مولاه؟ كأنما السائل عنده القضية مسلمة أنها خبر من النبي، بس شنو معناه؟ يسأل عن المعنى، لا يسأل هل قال النبي ذلك أو لا. فقال الإمام زين العابدين عليه السلام: أخبرهم أنه الإمام بعده، النبي أخبرهم أن هذا هو الإمام بعد النبي. وسئل زيد بن علي عن قول رسول الله كذلك، فقال: نصبه علما ليعلم به حزب الله عند الفرقة، إذا تفرقت الأحزاب والاتجاهات من الذي يكون حزب الله وجند الله وفرقة الله سبحانه وتعالى؟ يعلم ذلك بعلي. وكذلك هناك أيضا أحاديث نقلت عن الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والحسن العسكري، وعن إمامنا الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويشار هنا إلى دعاء الندبة المعروف بين المؤمنين
والذي ينسب إلى مولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه على أحد الاحتمالات تعليما لشيعته، وفي رأي آخر من غير الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. المهم أن كثيرا من العلماء يتعاملون مع هذا الدعاء باعتبار أنه نص معصوم، ولذلك يستدلون به أيضا في الفقه، كما وجدنا مثلا في كتاب المكاسب أن علماء استشهدوا واستدلوا بفقرة من دعاء الندبة على بعض المسائل الفقهية في ذلك الباب المالي، مما يشير إلى تعاملهم معه هذا التعامل. في هذا الدعاء الشريف نحن نقرأ ما يقرأه المؤمنون، فيقول: فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه: من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. اللهم إنا نسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تصلي على أمير المؤمنين وأبنائه الطيبين الطاهرين، وأن تحشرنا معهم يا رب العالمين، وأن تكتبنا من أتباعهم، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.